أمسية سعيدة مشاهدنا الكرام، مرحبا بكم في حصتكم المحبوبة واش نطيبوا اليوم. يلا مشاهدنا الكرام كما جرت العادة ورقة وسيالة باش ندونوا الوصفات تاع اليوم. ليكيب اليوم والله خا جبت لكم ثلاث وصفات ضربة اليوم كما راكم تشوفوا هنايا في الطابلو. جبت لكم أرز في المول العجيب، هاد نبداو غير في الأرز وما نروحوا لحاجة واحدة أخرى. هاد الأرز في المول العجيب جبت لكم طريقة جديدة اليوم، حبيت نبين لكم باللي الرز نطيبوه بليزي بي سي جي ضربة لي جان. اليوم تانيك على بالنا باللي كاع نحبوا نديكوفريو هذيك الحاجة اللي حتكون الخضرة من البر الرز في الوسط اون بليس نلحقوا للبلوند بولي هذاك فريمون حاجه بطبع. ليكيب عطونا غير سويعه من وقتكم ولازم اليوم تقعدوا معنا وتدونوا الوصفه باسكو الوصفه تاع اليوم فريمون تحتاجوها. هما هنا واش عندي ليجان، عندي نصف صدر دجاج مديزوسي نحينا له العظم ونحينا له ديك الجلده اللي تجي من الفوق. عندي 250 غرام تاع ارز بسماتي، هذاك الارز راح نديروه في بول هكذا ولا في حاجه نكيلو بها. راح نديرو كيله تاع الرز مع زوج كيلات ونص تاع الماء هكذا. عندي حبه تاع جزر كنت قطعتها مكعبات صغيره، عندي حبه تاع طماطم كنت طحنتها، عندي حبه تاع البصل. ليكيب انا بالنسبه للحبه تاع البصل مشاهدينا الكرام لكم تشوفوا فينا تقدروا تقطعوها رقيقه معليش ولا تقدروا تكسروها بالبرا صافي بالبرا ولا بحاجه تاع باتوريتو باش علاش ليكيب باش ما ديروهاش بالماء نتاعها، ما نحبوش هنا يكون البصل غير هما. وعندي انا حوالي 80 غرام ولا 70 غرام تاع جلبانه، عندي ربطه تاع معدنوس مقطعه صغيره، عندي حوالي 50 غرام تاع زيتون اسود نحينا له العظم وقطعناه صغير، عندي ثاني نفس الكميه اللي هي 60 غرام حتى ل 50 غرام تاع زيتون اخضر كنت غليته باش نحيت له هذيك الملوحيه، عندي ثلاث سنات تاع الثوم. هنا نجو لي زيبيس، لي زيبيس حنا بوكو بليس باش نعرفو نطيبو الرز، نديرو غير الملح ونديرو برك بور لاكولار باش يجينا صفر، نديرو هذاك واسمو الزعفران ولا نديرو الكركم. انا واش عندي لكم اليوم؟ عندي شويه تاع راس الحانوت، عندي شويه تاع الكمون، عندي شويه فلفل الكحل، وعندي شويه كركم، وعندي شويه تاع العكري. الحاجه الاولى لي جان واش حنديرو؟ نشعلوا الفرن تاعنا كيما راكم تشوفوا، نجيبوا طنجره ولا حاجه اللي طيبوا فيها انتوما. راح نديروا حوالي ثلاث مغارف تاع الزيت، راح نديروا بسم الله راح نديروا ثلاث مغارف تاع الزيت، واحده زوج ثلاثه ابيبي. راح نخلو برك شويه ديك الزيت تسخن لنا شويه، راح نقلوا فيها هذاك البلونت بولي ونزيدوا عليها السنه تاع الثوم والبصل ونبداو نزيدوا في الخضره تاعنا تدريجيا. كي يتقلى لنا مليح لو بلونت بولي تاعنا اللي هو الصدر تاع الدجاج نزيدوا عليه زوج كيلات ونص تاع الماء. زوج كيلات ونص تاع الماء من الاحسن الماء يكون دافي يكون سخون. انتم كي تحطيبوا هذا البلا ما عليكم غير ديروا كسرونه قدامكم باش الماء هذاك يسخن، باش كي تجوا تمرقوا ما نحبسوش لاكويسون تاع الدجاج تاعنا، نكملوا ديريكتومون في الطياب باش اللحم ولا الدجاج ما يقرسل لناش. انا قلت لكم برك لو كان تبعونا نعطيكم بعد بزاف اسرار تاع الطبخ اللي راح يساعدوكم بالنسبه للمشاهده الكريمه اللي تشوف فيا ولا الوالده بوكو بليس. الناس الكبار نحبوا نعطيكم لي زاستيس هذا نتعلموا نطيبوا بالفون. هذا لو فون نقدروا نديروا فيه بار اكزومبل اليوم الزروديه، هذيك الزروديه بعد ما قشرنا هذوك لي شيت نغسلوهم ونديروهم في الفون هنا، وهذيك الطوماطيش كيف كيف لي شيت نتاعها، المعدنوس ولا هذوك لي شيت تاعو كيف كيف نديروهم في الفون، نديروهم شويه ملح شويه في الكحل وشويه زيت، وهذاك الفون راه يطبخ هو اللي راح نمرقوا به الاطباق نتاعنا. وهذاك لو فون راح يتبعوا دائما لي شيت تاع الخضره اللي راح نديروه في الاطباق في الطبق الرئيسي. انا عطيت لكم برك تكنيك صغيره. الحاجه الاولى قلت لكم مشاهدنا الكرام بسم الله راح نديروا الصدر تاع الدجاج تاعنا، نخليوه حتى وين يتقلى شويه غير في الزيت ياخذ هذاك اللون الذهبي، ونبداو نزيدوا عليه لي زيبيس والخضره نتاعنا. حبيت نقول لكم ثاني بلي راح نجيبوا منا على الجانب مقله باش نقليو فيها الخضره نتاعنا. راح نقطعوا هذيك البطاطا راح نقطعوها شرائح، وبالنسبه عفوا وبالنسبه ثاني مشاهدنا الكرام لهذيك الباذنجال تانيك راح نقطعوها شرائح ونقلوها. نشوفوا برك هذاك لو بلون بولي نقليوه قلت لكم غير في الزيت باش ياخذ لنا هذاك اللون الذهبي. كي يتقلى لنا نتكلوا على الله ونبداو بسم الله نزيدوا في لي زيبيس تاعنا تدريجيا والخضره نتاعنا. هذيك الحبه تاع الباذنجال شوفوا برك نحوا لها هذوك لي شيت اللواله باش ما يديرونجيوناش، ونقطعوها بالشكل هذا. دوك نوري لكم برك باش نقطعوها ديجان، شوفوا كيفاش نقطعوها، نقطعوها شرائح يكونوا طويل هكذا، في نفس الوقت هنا ما يكونوش خشام بزاف، ماكسيموم ماكسيموم نصف سنتيم، باش كي يطيبوا لنا نقدروا نلعبوا بهم كيما نحبوا في المول نتاعنا. راح نكملوا نقطعوا الباذنجال تاعنا بالطريقة هذه، ودوك نديروا الزيت تسخن باش بسم الله
باش نقليو الشرائح تاع الباذنجان. كي كملوا لنا الشرائح تاع الباذنجان نقليو البطاطا نتاعنا. شوفوا نعاودوا نشوفوا باك لو بلون بولي هذا، عفوا فوالا، نتوما خليوه يتقلى في راحته. دوك واش راح نديرو؟ راح نبداو نزيدو عليه تدريجيا. يعني راح نديرو هذيك الحبه تاع البصل اللي قلت لكم عليها، وراح نزيدو مباشره نجيبو سكرفاج نسكرفجو حوالي 3 سنات تاع الثومه. ها دابا في السكرفاج في الصغير نسكرفجو حوالي 3 سنات تاع الثوم. يلا مشاهدينا الكرام، بالنسبه للناس اللي لحقوا بينا دوكا، قلنا لكم راح ندير لكم اليوم ارز بطريقه جديده، راح يكون في المول العجيب هذا. واش درنا حد الان؟ جبنا طنجره درنا فيها زوج مغارف تاع الزيت، تقدروا ديروا الزبده عفوا، ودرنا نصف صدر دجاج منزوع للجلده ونحينا له ثانيك العظم، قليناه شويه في هذيك الزبده ولا في الزيت، وزدنا له حوالي حبه تاع بصل مقطعه صغيره ولا مكسره بالروبو، راح نديروا عليها 4 سنات تاع الثوم. هذا واش راح ندرنا لحد الان. وراح نزيدوا هذيك الحبه تاع الطماطم مع الجزر والجلبانه. يلا واش راح نزيدوا دوكا؟ راح نزيدوا هذيك الحبه تاع الزروديه، ماي مفوره ماي مغليه، راهي خضره، راح نزيدوا عليها هذيك الحبه تاع الزروديه، وراح نزيدوا عليها هذيك الكميه تاع الجلبانه فوالا، وراح نزيدوا عليها كميه صغيره تاع المعدنوس صح، وراح نزيدوا عليها هذاك الزيتون الاخضر اللي كنا غليناه ديجا من قبل، وراح نزيدوا عليها هذاك الزيتون الاسود اللي نحينا له العظم، وراح نزيدوا له الحبه تاع الطماطم فوالا. دوك واش راح نديروا؟ عفوا دوك راح نخلطوا كامل هذو المكونات مليح، خلوهم يتقلاو مليح مع لو بلون بولي حتى وين هذوك الخضره اللي درناها كامل تطلق الماء نتاعها ويبداو يدبالوا، باش نروحوا نمرقوها باش نزيدوا عليها، باش نزيدوا عليها مشاهدينا الكرام هذيك الكيله تاع الرز. هنا واش بقات لنا بالنسبه للزيبيس؟ واش قلنا؟ قلنا عندنا شويه تاع راس الحانوت، وعندنا شويه تاع الكمون، وعندنا شويه تاع فلفل الكحل فوالا، وعندنا كميه اكثر منهم شويه تاع الكركم بوكو بليس على جلا كولا، وكميه صغيره ثانيك تاع العكري. دي براسي لكم برك لا طابل باش تقدر تلحقكم الصوره مليح. يلا مشاهدينا الكرام واش درنا؟ مام هادو ما سي بون ليكيب. بالنسبه للناس اللي لحقوا بينا دوكا، جبنا طنجره درنا فيها زوج مغارف تاع الزيت، قلينا مليح هذاك لو بلون بولي تاعنا، وزدنا عليه شويه تاع الجلبانه، وزدنا عليه تانيك نحولوا كامل لي زيبيس اليوم هنا، وزدنا عليه حبه تاع البصل مطحونه، وحبه تاع طماطم تانيك مطحونه، وشويه تاع الجلبانه، سنه تاع الثوم، حوالي 60 غرام ولا 50 غرام تاع زيتون اكحل نحينا له العظم وقطعناه صغير، في نفس الوقت نفس الكميه تاع الزيتون الاخضر بعد ما غليناه، وحبه تاع زروديه صغيره. وبالنسبه لي زيبيس درنا فلفل الكحل كمون كركم وشويه تاع راس الحانوت. تبقى لنا دوكا راح نديرو الملح. هذا واش درنا؟ فوالا نكملو برك نخلطو برك شويه باش المكونات كامل ينسجموا، ونخلوها بتيفو حتى وين يتقلى لنا مليح ويدبالوا لنا هذوك الخضره. ليكيب بالنسبه للناس قلت لكم اللي لحقوا بينا دوكا، راح نديروا معاهم نقليو، راح نقليو هذيك الباذنجان. نجيبوا مقله نديروا الزيت تسخن، ونقلوا الباذنجان تاعنا اللي حنقطعوها شرائح، ونزيدوا نقلوا البطاطا. الطريقه قلت لكم راح تكون سهله، في نفس الوقت راح تكون طريقه جديده. يلا ليكيب هذيك الباذنجان ما نديرو له والو، نديرو له غير شويه تاع الملحه، حاجه ما نديروها له، ما نديرو له لا زيت لا والو، نديرو له غير كميه قليله تاع الملح. اوكي يلا مشاهدينا الكرام، نعاود نقول لكم برك باللي درنا زوج مغارف تاع الزيت، درنا لهذاك الصدر تاع الدجاج خليناه يتقلى، زدنا عليه حبه تاع بصل بعد ما طحناها ولا كسرناها مليح في الروبو،
وزدنا عليها حبة طماطم مطحونة، وزدنا عليها مباشرة حبة عبصل، حبة طماطيش، حبة زردية مقطعة صغيرة، واحد 70 غرام تاع جلبانة، وخمسين غرام تاع زيتون أسود، وخمسين غرام تاع زيتون أخضر. وبالنسبة للزيبيس درنا الملح، فلفل الكحل، كركم، وراس الحانوت، والكمون. هذا واش درنا مكونات. اللي جانا هنايا برك نقول لكم باللي راح ندير لكم لاسوب تاع اللفت. دوك نلحقوا ليها. بالنسبه لاسوب تاع اللفت نشوفوا برك اسكو الزيت سخنت، قطعوا قطع صغيره من اللي شيت هادو، شوفوا برك اسكو الزيت سخنت لا مازال، مازال ما سخنتش. كملوا نقطعوا الشرائح تاع البطاطا بنفس الطريقه اللي قطعنا بها بالشكل هذا، نفس الطريقه قلت لكم اللي قطعنا بها الباذنجان، نقطعوا بها البطاطا. شوفوا برك كيفاش راني نقطعها في البطاطا، ما تقطعوهاش خشينه بزاف، خاطرش علاش؟ حنا بعد ما راح نطيبوها لازم تكون هذه البطاطا نتحكموا فيها كيما نحبوا. نعاود نعطيكم الفكره، راكم تشوفوا في المول هذا، هذا هو المول اللي حنا نخدموا فيه الرز نتاعنا. كيفاش راح نديروا؟ بعد ما طيبنا هذه نديروا وحده تاع باذنجان قدامها، وحده تاع زر، وحده عفوا تاع البطاطا، ورانا رايحين حتى نكملوا كامل المول نتاعنا. في الوسط نديروا البلوند بولي هنا نفتوه، ونزيدوا نديروا عليه الارز، هكذا باش تشدوا الفكره، الفكره مليح قبل ما نكملوا نخدموا. قلت لكم برك بالنسبه هنا واش نديروا؟ نديروا غير كميه صغيره تاع الملح، ونبداو نقليو مباشره في الباذنجان نتاعنا. الطريقه قلت لكم بزاف سهله. في نفس الوقت بالنسبه لاولادكم ولا اللي ما ياكلوش الخضره راح يولوا ياكلوا، حنفيسوا عليهم، حنفيسوا عليهم باش يولوا ياكلوها. نكملوا نقطعوا برك البطاطا، نجيبوها ريسيبيون نديروا فيه البطاطا نتاعنا، باش عفوا نبداو نخدموا في لاسوب تاع اللفت. على بالي برك باللي انا هادو اليومات راني ندير لكم بزاف لي سوب، علاش؟ رانا شويه في البرد والشتاء، في نفس الوقت راهو المرض داير حاله، نسيو كيفاش ناكلوا كل حاجه اللي فيها بزاف فيتامينات كثرتها في الليله، ولا ولادنا تاكل لاسوب وتشرب تيزانه تصبح خفيف خير من اللي تاكل حاجه ثقيله. راح نكملوا نقطعوا البطاطا بالشكل هذا فوالا، ونخلوها منا على الجانب. دوك نكملوا نقليوها، هذا نخليوها باسكو دوك نقطعوا اللفت. ليكيب بالنسبه لهذاك الارز نتاعنا اللي حنطيبوه هنا، راني نشوف برك باللي ديجا الخضره هذيك راهي بدات تدباله، راهي بدات تدبال، يسمى يطيح لنا مع الرز سوا سوا. راكم تشوفوا هنا حسابات، كي تشوفوا باللي هذاك الرز جينيرال مو 20 مينيت يطيب، حنا واش نديرو؟ حنا كي نشوفوا باللي الخضره هذيك كي بدات تدبال لنا بقات لها واحد 20 مينيت باش تطيب، ونعرفوا باللي البلوند بولي ثاني ما يطولش بزاف باش يطيب، نمرقوا الرز نتاعنا. دوكا نمرقوا الرز، نجيبوا عفوا نجيبوا ان ريسيبيون واحد اخر نحطوا فيه الارز، نروحوا نكيلوا زوج كيلات ونص تاع الماء بنفس الكيله اللي كيلنا بها الرز. هذه وحده بسم الله، وهذه اثنين صح. انا شفتوني بلي هذوك اثنين ما عمرتهمش مليح باش ما يسيليش الماء، وهذا النص نزيد له شويه فوالا هكذا زوج كيلات ونص. هذه هي اللي كيلت بها الرز. دوك واش نديرو؟ نجو نخلطو مليح هذيك الخضره تاعنا. دوك واش نستناو هو يبدا يديماري يبدا يغلي، نرمو الرز نتاعنا. هاو الرز تاعنا محطوط منا على الجانب، غير يبدا يغلي لنا نديرو ان شاء الله نتكلو على الله ونديرو الرز نتاعنا. يلا لي كيف نشوفو برك هنا، نجيبو زوج مغارف ولا زوج فراشه، نقلبو برك فوالا بالشكل هذا. نعرفو برك بلي الباذنجان بالخف طيب ما تشدش اليد بزاف، نوجدو لها برك وين نديروها. نجيبو برك اسيات عفوا، هاد لاسيات مشاهدينا الكرام راح نديرو فيها بابي باش كي نحو الباذنجان تاعنا والبطاطا تشرب لنا منها شويه تاع الزيت. فوالا
شوفوا برك هنا راه ديمارات كراكم تشوفوا هكذا كي تبدا تغلي كي يبدا يغلي نرمو الرز تاعنا صافي يدير يطيح لنا سوا سوا هذاك الرز يطيح لنا سوا سوا مع الطياب تاع كامل الخضره دوك كي يطيب لنا هذا الرز مع الخضره نحو الصدر تاع الدجاج تاعنا هكذا نحطوه على الجانب نبشروه ولا نفتوه ونشوفوا الطريقه تاع الدريساج ليكيب نجيبوا برك سنيجره بسم الله نجيبوا هذه الطنجره اللي راح نخدموا فيها لا سوب تاع اللفت نتاعنا اللي جان الحاجه الاولى واش راح نديروا راح نشعلوا برك الفرن هذا منه نشعلوا هذا الصغير لا ما كاش بسم الله صحة راح نديروا عليها الطنجره هذه بالنسبه للاصوب تاع اللفت اللي كيف هاد لاصوب غنيه بزاف بالفيتامينات على بالي بلي بزاف ما يحبوش اللفت مي لو كان تسيو النهار تاكلوها على بالي بلي حتعجبكم وبوكو بليس كثرتها في الليل في الليل راح نسيو كيفاش دائما نديروا عفايس خفاف هنا عندي مغرفه تاع الزبده عندي معاها واحد المغرفه تاع الزيت عندي مغرفه تاع الزبده ومغرفه تاع الزيت عندي كميه تاع الملح فوالا وعندي هنا عندي ان بوكي غارني هذا البوكي غارني واش فيه شوفوا معايا هنا مليحه عندي كميه شويه كبيره تاع الكرافس مع كميه شويه كبيره تاع المعدنوس مع الرند والزعتره وعندي قرفه عود هكذا راح نديروا بوكي غارني تاعنا وراح نديروا عصير نصف ليمونه عصير نصف ليمونه وعندي هنا مشاهدينا الكرام حبه تاع بطاطا نقطعوها بالشكل هذا مكعبات عشوائيه فوالا البطاطا هنا علاش نديروها ليجا هنا البطاطا نديروها بوكو بليس على جال القوام تاع لاسوب نتاعنا نديرو كميه قليله بار اكزومبل راح نديرو خمسه حبات ولا سته تاع اللفت ونديرو نبداو نحو برك ونديرو حبه تاع بطاطا برك نحو برك هذيك الباذنجان نتاعنا وانا دايرين لها بابي باش يزيد يشرب لنا الزيت مليح فوالا حنا نزيدو نقطروها مليح من الزيت نقطروها قلت لكم مليح من الزيت ونزيدو نديروها في بابي نفس الطريقه نقولوا برك بلي نديروا لها غير الملح انا دايرين الملح نفس الطريقه عفوا نكملوا نقليو بها الباذنجان نتاعنا نزيدو وحده صغيره هنا كي نكملوا الباذنجان ندورو للبطاطا ليكيب هنا تكون هكذا هنا واش راح نديرو هنا عندي التام تاع لاسوب تاعي راح يكون لفت لو تام تاعي راح يكون لفت هنا عندي حوالي ارطل تاع اللفت نقطعوهم طريقة عشوائية هكذا وراح نديرو معاه البورو هذاك البورو اللي حنقطعوه تانيك صغير مع اللفت والبطاطا هنا واش عندي عندي حوالي ارطل تاع اللفت عندي حبة تاع بطاطا وعندي مغرفة تاع الزبدة وعندي مغرفة تاع الزيت وعندي شوية تاع الملح وعندي نصف عصير حبة تاع ليمونة وعندي ثلاث حبات تاع البورو هذاك الحبة تاع البورو نحولو غير الفوقاني غير التحتاني عفوا وهذا نخليوه ومن بعد كنزيدو نديروه في الأخير ونحوه هدايا ما نطحنوهش معاه هذا نرموه مع الأخير يقرب يطيب بور لوغو هذا مكان باش يعطينا غير الكو ونستغنيو عليه عندي براسيوكم برك الحالة عفوا بالنسبة لزيبيس لزيبيس عندي كمية قليلة تاع كركم وعندي كمية تاع فلفل أسود هادو هما لزيبيس اللي عندي عندي كركم وعندي فلفل الكحل بالنسبة راني حط قدامها أنا راني حط كمية معتبرة تاع الفرماج الأبيض وعندي شوية تاع لاكريم فراش لاكريم فراش إذا كانت متوفرة من الأحسن وإذا ما كانتش متوفرة تقدروا تستغناو عليها صافي دير كي يطيب لنا الحساء نتاعنا كي نجيو نطحنوه بالبرا نديرو لاكريم فريش ونديرو الفرماج يلا اللي كي حبيت نقول لكم برك حاجه نتعلموا دائما نقلوا الماكله نتاعنا ماغريتو هنا عندنا لاسوب مي لازم نقليوها راكم معايا نقليوها مليح هذيك لاسوب حتى وين تطلق لنا الماء نتاعها الخضره باش نديرو الماء نتاعنا ونتعلموا دائما ما نديروش الماء بزاف اللي كي نزيدو نشوفو برك بالنسبة للأروز نتاعنا نخلطوه شوية راح يجيكم على حبة
وما يجيكمش معجن، ويجي تانيك غني بالالياف والفيتامينات. بالعاني انا درت له الخضره بزاف باش قلت لكم راح يجيكم طابق بزاف 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 شباب. يلا مشاهدينا الكرام، واش راح ندير انا دوك؟ انا ما راح ندير والو، راح نكمل نقلي البطاطا نتاعي ونكمل نقلي الباذنجان ونتبع هذا مليح حتى ونمرقوا، ولا نستناوكم ونمرقوه كيف كيف. واش حبيت نقول لكم، نروحوا فصل قصير ونرجعوا لكم باش الدريساج نديروه قدامكم ان شاء الله ونشوفوا باقي الوصفات. فصل قصير ونرجعوا لك. مشاهدنا الكرام، رانا رجعنا لكم ليكيب. بالنسبه لهذيك الارز اللي خدمناه بالمول العجيب، شوفوا بطلة بريزونطاسيون، مازت حتى حاجه اللي كبيره موراكم. خدمت غير هذه الطوماطيش ورده وزينتو بلا طوماط سيريز والزيتون الاخضر والزيتون الاسود. فريمون ننصحكم بها، فيها لا بريزونطاسيون بزاف شابه، في نفس الوقت ماهوش يبان كاع بلي كاين الرز، او يبان لكم كاين غير الدجاج، ويبان لكم تانيك البطاطا هذيك اللي قليناهم مع الباذنجان. البطاطا كي نقطعوا ان ترونش تجيكم الرز لداخل، فريمون هذه راح تعجبكم بزاف. مشاهدينا الكرام، تانيك لاسوب تاع اللف تشوفوا برك لا كولر، تفهموا بزاف بنينه وخفيفه. ونتعلموا نوكلوا ولادنا لي سوب، كثرتها دوكا في راهو شويه المرض باش تعطينا شويه مناعه بوكو بليس مبازيو على لي سوب لي جان. وبالنسبه لحلوه المقله، واش درنا؟ انا درت لها غير الكلاصاج بالشوكولا، درت لها شويه تزيين بنوات كوكو. ان شاء الله حست اليوم تكون نالت اعجابكم. قعدوا دائما اوفياء لبرنامجكم واش نطيبوا اليوم. ليكيب سنا ان شاء الله راح نمتعوكم، قعدوا معنا برك. ليجان تحيه كبيره لكافه الطاقم التقني لو سهر هنا على حصه واش نطيبوا اليوم. نتسناو نتاع الله باعداد جديده. سلام.